اللهم إنك قلت قولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل سبق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل خير ما سألناك ربنا أعطيتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وأطلقت أسيرنا وعافيت مبتلانا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات ويا غافر الزلات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وارزقنا شهادة عند الموت اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى القبور اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا غسلونا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف وساروا بنا إلى قبورنا اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى القبور إذا وارانا التراب وتركنا الأهل والأحباب والإخوة والأصحاب اللهم ثبتنا عند سؤال منكر ونكير اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكن لنا ولا تكن علينا واختم لنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا واشف اللهم مرضانا
وارحم موتانا وبلغ فيما يرضيك آمالنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ويا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت لا إله إلا الله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل إلهنا عظم الكرب على إخواننا في أرض الحبشة وفي شرق الأفريقيا وفي أرض الشام اللهم أمن أرض الحبشة بأمانك اللهم أمن أرض الحبشة بأمانك اللهم أمن أرض الشام اللهم أمن أرض الشام بأمانك اللهم سلمها باسمك السلام يا رب العالمين اللهم احفظ البلاد والعباد أنزل عليهم رحمتك ورأفتك وحنانك يا رب العالمين اللهم احرسها بعينك التي لا تنام واكلاها بكنفك الذي لا يضام يا رب العالمين اللهم وحد على الحق صفهم واجمع على الرشد كلمتهم وألف بين قلوبهم واجعلهم رحمة على أمتهم يا رب العالمين اللهم آمن روعاتهم اللهم لا ترنا في البلاد ولا في العباد مكروها يا رب العالمين اللهم لا تشمت فيهم عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلهم رحمة على بعضهم اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وسلام اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصر لهم نصرا عزيزا وأنزل في قلوبهم سكينتك وانشر عليهم فضلك ورحمتك يا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين أغث إخواننا في إثيوبيا اللهم أغث إخواننا في شرق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا رب كن لهم معينا وظهيرا اللهم عليك بمن خذلهم عليك بمن حاربهم اللهم عليك بمن عاداهم يا عزيز يا جبار يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب
اهزم أعداءك وأعداء المسلمين. اللهم اهزم أعداءك وأعداء المسلمين. اللهم دمرهم ومن والاهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان. اللهم اجعل ساعة نهايتهم قريبة بعزتك يا عزيز يا جبار. اللهم خذهم أخذا عزيزا. اللهم يا الله. اللهم عليك بالظالمين الذين يقتلون أولياءك، قتلهم تقتيلا، عذبهم تعذيبا. اللهم اقطع أنفاسهم. اللهم اسلبهم حياتهم. اللهم ارفع علمك وعافيتك عن الظالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا وقتلوا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأبطل كيدهم وأفشل خططهم واجعل كيدهم في ضلال. ربنا قتلوا عبادك الأبرار وأنت رب العباد فصب عليهم سوط عذاب. إنك أنت بالمرصاد. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. ربنا دمر ديارهم وأمطر عليهم الأمراض التي لم تكن في أحد قبلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأمننا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره. يا من بيده مفاتيح الفرج فرج عن إخواننا في الإثيوبيا. عجل لهم بالفرج يا الله كما فرجت عن نبيك فرج عنهم. اللهم وكما جعلت ليونس مخرجا من الظلمات اجعل لهم مخرجا يا الله. اللهم كن لإخواننا في أرض الحبشة. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم يا ناصر المستضعفين ويا أمان الخائفين. أمن خائفنا أمن خائفنا. اللهم افتح لإخواننا في إثيوبيا فتحا مبينا وانصر لهم نصرا عزيزا. اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بمن خذلهم. اللهم عليك بمن خذلهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وأمن خائفهم وافس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم
اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم على كتابك والسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وقلوب علمائنا. اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب علمائنا وقضاتنا ومشايخنا ودعاتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من السمعة والرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم الاستقامة على سنة رسولك.